بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، متابعي منصة وموقع أبو كبير ميديا، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر من داخل محكمة يعني زينهم. نتحدث مع حضراتكم عن قضية يعني خطيرة وقعت أحداثها منذ ما يقرب من 93 يوم مع الفنان مؤدي المهرجانات المطرب عصام صاصا. نتابع مع حضراتكم التفاصيل الأولى بعد القبض عليه من قبل الانتربول المصري بالتنسيق مع الشرطة المصرية، وتم القبض عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عمله في يعني أحد الحفلات هناك. دخل عصام صاصا من سيارة الترحيلات إلى المحكمة وكان وجهه شاحب ويشكوه الحزن والألم، ويعني تناقش مع المحامي الخاص به لمدة دقائق ودخل إلى المكان الحجز الخاص به قبل أن يعني يعرض على قاضي المحكمة. الحقيقة احنا معاكم نتابع هذه القضية الشائكة وهذه القضية الصعبة جدا من داخل المحكمة. نرصد مع حضراتكم التفاصيل الأولى ليه يعني عصام صاصا وما به عصام صاصا اللي كان رقم 2 على اليوتيوب بعد عمرو دياب، عصام صاصا اللي كان ولا يزال يعني رقم في معادلة الغناء الشعبي بشكل عام أو حتى المهرجانات بشكل خاص. عصام صاصا يعد واحدا من يعني أبرز نجوم المهرجانات المتواجدون على الساحة. تعرض لحادث وهذا الحادث كان قوي على بالقرب من دائرة المنيب، على أثر ده فقد يعني أحدهم وكان يسير على الطريق فقد حياته جراء السرعة الزائدة التي كان يسير بها الفنان عصام صاصا بسيارته الفارهة. حقيقة التفاصيل زي ما قلت لحضراتكم لسه حتى الآن غائبة. هل ستكون هذه الجلسة هي جلسة استماع له وللمحاميه أم ستكون يعني هيكون فيها نطق بالحكم؟ ده كله هنعرفه من هذه التفاصيل. اللي خلى الانتربول المصري يعني انتربول في دبي يقبض عليه هو طبعا حالة الهروب اللي عملها عصام صاصا أول ما يعني أخلى سبيله بمبلغ وقدره 30,000 جنيه على ذمة القضية. في هذه الفترة يعني قام عصام صاصا باختلاس الوقت والمسارعة والمجازفة بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. الحقيقة أول وحين طلب النيابة العامة قصدي المحكمة بالقبض عليه قامت الجهات المختصة بطبعا قامت الجهات المختصة بمخاطبة الجهات الشرطية في الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد إمارة دبي للقبض عليه وترحيله من قبل الانتربول العالمي. وبعد كده متابعينا الكرام كانت هذه هي التفاصيل الأولى. وصل إلى مطار القاهرة الدولي مرحلا وتم يعني الإمساك به في دبي وترحيله إلى القاهرة في الساعات الأولى من ليلة البارحة. هيا احنا معاكم هنتابع طبعا هنروح للمحامي الخاص بعصام صاصا واهل وزويه وهنعرض لحضراتكم بالصوت والصورة هذه التفاصيل من داخل المحاكمة، ولكن دي حاجة بسيطة كده حبينا نقدمها من خارج المحكمة نعرض ليها فيها تفاصيل ومستجدات هذه القضية الشائكة اللي كانت ولا تزال يعني على مسامع السوشيال ميديا منتشرة. لو كتبت على كل منصات التواصل الاجتماعي ولو كتبت على كل منصات السوشيال ميديا عصام صاصا ستجد الاسم رائج الآن، لأنه طبعا مش عشان هو رائج كده كده كمطرب ومؤدي مهرجانات، ولكن رائج الآن بسبب قضيته اللي حبس فيها وبسبب أيضا تفاصيل القضية الصعبة التي مات فيها أحدهم وكان في مقتبل العمر. حقيقة خلينا أقول لحضراتكم أنه طبعا تم التصالح مدنيا ما بين عصام صاصا و تم التصالح مدنيا ما بين عصام صاصا وبين اهل الضحيه. حقيقه هذا التصالح قاد ل يعني تسهيل القضيه في بعض اجراءاتها